أيام رمضان يا شهر الإحسان. J'ai une idée. Nous allons faire des crêpes. السلام عليكم، نهاركم زين ومبروك. اليوم جبت لكم دي كريب بالمعدنوس وحشو اكثر من رائع، نديرو به امتي غراتان. واش نحكي لكم، بنا على بنا نجوزو للمطبخ باش ندو جميع هاد التفاصيل. نقولو بسم الله ونبداو لي كريب ديالنا. واش عندي؟ بداية خديت ان بلاندر ندير فيه نص ريتلا تاع الحليب، نضيف عليه هاد الحليب ديالي 3 حبيبات بيض، ونضيف عليه كذلك 2 مغارف تاع الزيت، نضيف عليه قرصة تاع السكر، رشة تاع الملح، وشوية تاع الفلفل الكحل. ونحبيت كذلك انا في الاخير نضيف له شويه تاع المعدنوس، وانتم كيما حبيتوا. ودوكا نضيف الفرينه، وعندي منها 250 غرام، نضيفهم دفعه واحده، وناخذ الخلاط ديالي نخلي المزيج يندمج، ومن بعد نجوزوا لاكويسون ان شاء الله. الكريب ديالي وجدوا كما راكم تشوفوا، غطيتهم ان بابيي باش يقعدوا يميد يتبلعوا وحدهم. شوفوا ليا لي كريب ديالي كيفاش جاوا، رقاق مشتي بالمعدنوس، الريحه تاعهم رائعه والقوام تاعهم اروع. شوفوا ما شاء الله، الوصفه المعتمده عندي تاع لي كريب، نتمنى تعتمدوها نتوما كذلك لانها وصفه يا سلام رائعه. ودوكا نجوزوا معا لتحضير الحشو. الحشو بزاف ساهل. واش عندي؟ غني بزاف والبنه تاعو صدقوني رائعه. عندي شويه تاع البصل نحطو دو كوتي، عندي شويه تاع لي شامبينيون نحطهم دو كوتي هكذا، عندي كذلك شويه تاع الطرشي الاخضر، فوالا شويه تاع الطرشي الاحمر، فوالا وقطعه دجاج ابيض، ربع تاع بلوند بولي ولا نص، واش ما حبيتو، وعلى حساب الكميه اللي نتو راكو حابين ديروها. هكذايا نحطو دو كوتي، ندير شويه زيت فوق مقلاه نار عاليه ونقلي جميع هذه المكونات. في الاخير نتبل بشويه ملح وشويه فلفل الكحل وشويه عكري، وندير سنينه ثوم، وندير القليل من المعدنوس. الحشو وجد، زدت له كيما شفتوا معايا الثوم والقليل تاع المعدنوس، ويا سلام. دوكا نجيب لي كريب باش نبداو نعمروهم ونستفوهم في لوبيغاكس. هنا ناخذ الحبيبه تاع لي كريب ديالي، ندير لها هكذايا في النص. شوفوا لي هذاك الحشو يشهي يشهي، الريحه تاعو ما نحكي لكمش. هكذايا نقول بسم الله، فوالا فيها كل خير، معناتها خضر شامبينيون بروتين، فيها كل شيء. نطبق غير شويه، ماذا بيا يجوني طوال هكذا، وندور بشكل عادي. فوالا حضروا دوكا لا بيشاميل، الكلاسيك تاع البيشاميل معروف، مغرفة تاع الزبدة نذوبها فوق النار، نضيف عليها مغرفة تاع الفارينة، نقليها بيان 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 حتى يخرجوا كامل النسمات تاع الفارينة، وتجي البنة تجي البنة تجي رائعة. وفي هذه المرحلة كي تتقلالي بالطبع الفارينة ديالي، نقعد نضيف الحليب بالتدريج. أنا حابة القوام تاع البيشاميل ديالي في هذه الوصفة يكون نوعا ما خفيف. نضيف بشويه ونحرك، نضيف بشويه ونحرك، حتى وني يولي الخليط فريمون تريليس. نرجعو فوق النار ونخليه يتقال ويبقبق،
ونضيف عليه رشة ملح ورشة فلفل الكحل ورشة تاع جوز الطيب. فوالا فوالا فوالا، اون صوص بيشاميل، ما هي ثقيله ما هي خفيفه كالحرير. نديرها لا سيزونمون كيما فهمنا، لا نوا د مشكاد، فلفل الكحل وشويه تاع الملح. نقدروا في هذه المرحله نديروا لها شويه تاع لا كريم فريش سائله، راهي تتبع اليجي غير 20% من الماده الدسمه، بنه على بنه. فوالا، نجيب لو بيغاكس ديالي، نقول بسم الله، نفرغ شويه تاع الكريمه هكا في القاعده، راهي اكثر من رائعه. قوام راكو تشوفوا فيه هايله. فوالا، ونجيب لي كريب ديالي اللي درنا لهم الحشو، نقول بسم الله ونحط هكذا وحده قدام وحده. فوالا، نزيد نفرغ لهم من الفوق وندير لهم الجبن غابي اذا حبيتو، وندخلهم للفرن بوغ سي غراتيني. نشعلهم شويه من الاسفل ونزيد نشعلهم من الفوق باش يذوب الجبن، ونعاود نوريو للنتيجه النهائيه ان شاء الله. الكريب ديالي بعد ما حمرتهم في الفرن، شوفوا ليا الرائحه لا تقاوم، ابدا لا تقاوم. نبدلوا على البوراك، وانا درت طبق، يعني طبق وليس مقبله، ننصحكم به في هذا الشهر الفضيل. مغذيين بزاف، يحمروا الوجه، بريزونطابل، فيهم كامل واش نسحقوا. نتمنى تجربوا الوصفه، ونتمنى تبارطاجيوها مع احبابكم وتردوا عليا بالخبر، ونتمنى تنضموا لقناتنا وتفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد. Waouh, maman, maman, moi aussi je peux essayer. Promis, je fais très attention. Attention, si toi aussi tu veux essayer, attends que la peau elle est bien refroidie. Oups. Et voilà, des bonnes crêpes à partager avec tes copains ou en famille.